هنايا تقريبا 200 العائله، وكل واحد من العائله عنده 5 6 العواول. حنا ماشي ولاد السوق، حاشا نكون ولاد السوق. اللي كيقول شي حاجه ولاد السوق يجي يشوف بعينه. مسكينين المريب، حنايا غير كنخسروا من الجيب ديالنا، وركبنا الباب غير باش نضرقوا نغطيو على ولادنا. وراك عارف بلا قلت لك راه قهرني، وانا عندي هذا ولد هنايا في الدار دابا هادي 21 يوم كان العائلة تزادت لي هنايا 21 يوم. السابع ما جبرتيش نسباله باش نسميها. تما جينا لهنايا حتى تقهرنا. كاين شي واحد ما عندوش العواول هنا شنكاره، ما كاينين شي مار، كاين غير العواول بوليداته مع النساء كاملين. الناس اللي كتشوف هنا كاملين غير العائلات، الصغير عنده 6 العواول. درنا 30 عام زيادة وانا كاري، انا ولد بلاد ما لحقت في البلاد ديالي لا مبادره الوطنيه ديال السوق لا مبادره حتى شي حاجه. الناس اللي كتشوف هنا كاملين غير العائلات، الصغير عنده 6 العواول، اللي مقود مره قهروا الكره. الناس هنايا عندهم الافراغ، وهاد السكن هادو اللي كتشوف هنايا كاملين 13 عام وما خاويين مهجورين. الناس ماشي جات ودخلات، يعني الناس جات خسرات رزقها هنايا باش استفدت. يعني 13 عام الناس مسيبه غير في الشوارع، اسره طلع وتشوف بعينك. يعني ما كاينش حنا عندنا ولا السوق ولا الشمكاره ولا شي حاجه اللي غايب بنادم يبقى يهضر عليها، يجي ويعيش الواقع يشوف بعينه. يعني حنايا بنادم راه مضروبه اللي عامين بالكرا عليه، اللي 3 سنين اللي في افراغ بولادو مسيب، يجي ويشوف الواقع. ما بقاوش ينكتبوا على بعضنا في التليفونات واجي تفرج اجي تشوف. عايشه الملك، الملك ما كيشيبش شعبه في الزنقه. الناس هنايا 13 عام وهي ساكنه، ومؤخرا كانت واحد الساكن هنايا باقي خاوي، حاشا الناس الحيوان ما يسكنش فيه. الناس بوبرانيين سلفوا وتكلفوا ودخلوا خبعوا ولادهم، وهما ما كاين لا ما لا ضو، عايشين غير بالشماء. اللهم هذا المنكر. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، المالك سيدنا عطانا حق الساكن، حنا ما شفناش هذا الحق في الساكن. حنا مقهورين مسيبين، درهم كتربح 80 درهم عاد تخلص مول الكرا عاد تجيب بها ما تاكل. اللهم هذا المنكر. دابا شحال تكون من العائله ودابا تسمى ساكن؟ هنايا تقريبا 200 العائله، وكل واحد من العائله عنده 5 6 العواول. يعني الا غايجي الدوله تعمل معاهم الحال، هاد العواول هادو نسيبوهم يكونوا مقدين بهم، يديوهم يديو الدوله تعمل بهم شي حال. وحنا مقدين اي حاجه مصلحه نخلصوا، اي حاجه مقدين. اللي عند تسيبو في الكره حنا ما عندناش، يجي الدوله. اللي كيقول شي واحد عنده شي حاجه يجي يعمل معنا الحل. لا ما كنهضرش من الواقع. ملي كتسمع ديك الخبر عاجيو يخرجوك من الدار باش كتحس؟ انا كنحس بواحد فحال اللي انا ماشي في المغرب، فحال اللي انا ملاجئ. يعني ما عنديش حقي في بلادي، وانا مواطن وعندي حقي في بلادي وعندي 3 العواول. والضعيف ديالنا انا عندي 3، طلع تشوف عنده 5، اللي عنده 6، اللي عنده 7. يجي المالك ما يبغيش هاد الشيء هذا، الله ينصرو ما عندوش مع هاد الشيء هذا. حنا غير خوتس، هذه الدوله اسلاميه، حاشا تكون هايده. بنادم كيجي كيصور وكيقول لك هادو مهجومين ولاد السوق. حنا ماشي ولاد السوق، حاشا نكون ولاد السوق. اللي كيقول شي حاجه ولاد السوق يجي يشوف بعينه. شوف، مره خدامه مره ما خداماشي. العائل عندي مريض في السبيطار كيحتاج الدواء، عندي العائله مترشه، انا مترشه، ما عندي صنعه، ما عندي حتى شي حاجه. يعني دي فوق راسي. هذا ما جينا لهنايا حتى تقهرنا، جينا لهنايا صافي تا ولات ما حلتي للعائل للسبيطار، ما حلتي للدواء. خرجوني مكره مره ملي جيت نخلصها في واحد بويت ستيتو العائل. علاش كيمرط لي؟ علاش كيمرط لي في الطبيب الحماق في بني مكاده؟ علاش كيمرط لي غير في ديك الضغط بويت؟ هو وخاه ما كيتفاهموش كينوضوا يتقاتلوا، كنبقى انا في وسط منهم بحال حمقى في وسط منهم. ما حلتي للصغير، ما حلتي للكبير. كان عندي دراوش في سكنه يعطيني انا،
انا الدرويشه الاولانيه، الصوت مشالي مع بنادم هنايا مخلط معانا، ما كاينه لا شراجم لا بيبان. دخل للكوزينه شوف واش مجلجه، كنطيب في الارض، كنغسل القشوع في الارض، شوف الطواليت كيفاش كانت. عيدك الثقبه، عيدك الثقبه هي اللي كنا كنقضيو فيها. ما يكذب عليك كذاب، يقول لك ما نعرف ما يجينا. حنايا مغاربه، حنايا حنايا هنايا كل شيء بالوليدات، حتى شي واحد. هاي فين يا تبارك الله، هذا ما كيهز هذا، هذا تبارك اللي كندوق عليه كيقول لي شحال عندك العيال، ما كيبغاش تيكري. ندو لا كريت ندو الصارع، ما كيطيح ما كيخليهوش يخدم. فيما مشيت نكري كيقول لي شحال عندك العيال، ما كنكروش انا اللي عنده العيال. تتقطع بيا الحبل، والناس اللي وراو لي جيت لهنا ودرقت ولادي، ما عندي لين نمشي. اللي بغى يخرجني يجبر. سو هاد السكينات، هادو هاد السكينات درقنا فيهم، منا غير الباب وتخبعنا فيهم. السراجم باقي مترعين، ما عندنا سراجم، ما عندهم طواليت، ما عندهم كوزينه. كاينين مريهين حنايا، غير كنخسروا من جيب ديالنا وركبنا الباب غير باش نضرقوا نغطيو على ولادنا. هادشي اللي كاين اخي، كاين شي ولاد السوق هنايا، ما كاين حتى واحد. حنايا غير الدراويش. انا كنطالب بغيت ندرق انا ولادي، صافي ما خصني حتى حاجه. اللي الحال يلقاو معنا ندرقوا انا وليداتنا، صافي غير درقوا لي وليداتي، ما خصني حتى شي حاجه. نستروا انا براسي ولدك راه جرى علينا، ما كنتي نشكرو هنايا تخبانا بحالنا بحالنا، ما دخلنا دخلنا حتى حنا. هادشي اللي كاين وراك عارف بلا ما قلت لك راه قهرني، وانا عندي هذا ولد حتى هنايا في الدرهاد. شحال العمر ديالك؟ دابا عنده 21 يوم، اليوم عنده 21 يوم، عنده 21 يوم. هاد الساكن اللي هنايا كتشوف كاين الناس اللي مستغلاها 12 عام، حنايا هادي مدة شهرين، جينا جبرناها شهرين حنا كنصلحوا فيها، يعني كانت هاد الدار هادي مهجورة، غير الطيور هنايا مجبدين النعاسين والخنز، حنا اللي عوضناها وحنا اللي شوف أنتينا كتشوف واتيناها، ودخلنا غير ولادنا ما كنطلبوا والو، حنا كنطلبوا غير الساكن، حنا غير مسيبين مقهورين، حنا مغاربة ماشي، حنا ماشي لاجئين، لاجئين وكيتعاملوا معاهم، وحنا هادي اللهم هذا المنكر، حنا دولة ديالنا عربية، حنا مغاربة وعايشة المالك وما عطينا حتى شي حاجه حتى شي قيمه. كارين الا فاتك الشهر كيقول لك جمع حوايجك. السيد 3 سنين وانا كاري عنده، شهر مرات ما عقلش ليا، جمعت حوايجي. انا ما كرهتش حتى انا تكون عندي واحد العش، غير مقبره الحياه فين نخبع اولادي. العطاد الخبز كما كان ربي غادي صار، غادي نخرج غادي نجيبها بالحق. ملي كيتجمعوا لك انا العائلات زادت لي هنايا 21 يوم، السابع ما جبرتنيش نسباله باش نسميها، شني غادي نعمل؟ حنا ما كنعرفو نسرقو، ما كنعرفو نبيعو مخدرات، ما كان حنا ماشي وجهنا ديك الشيء. حنايا حنا سالمين صافي، جينا مع ايها الناس، جينا انت كتشوف انا هالوليدات عندي جد الوليدات جوج، هادي ما سوج زادو يماهم ومخبعين هنايا، وكنخسروا وكنسلفوا مع عند الناس غير باش نتخبعوا. حنا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا غير حق في الساكن، ما خصنا حتى شي حاجه يا اخرى. نسينا قبل ما تجي تسكن هنايا كون سي كاري في شي موطع وجرى عليك مرض الدرحي مرضتي. المرض اللي فيك شنو هو؟ مرض السارع كانت لا كريز كانت ها الورقه الافراغ سيب لي حوايجي للزنق. دابا هذه ما جبرت فين نمشي، دابا هذه من بعد كون سي ساكن في ديك الدار يعني ما جبرتش باش تخلص كرا. مريت مع بقيت شي خدام، كنت كنخدم غير في السوق، شدوا لنا السوق في الشارع مره، ما جبرت فين نبيع ونشري من المسنان. ها الورقه فيني هاد الافراغ، ها الورقه هاد الطبيب فيني. يعني هما كما كانوا قالوا هاد المجمع هذا عمر بالشمكاره، حنا غادي نقولوا هذا عمر من العائله، ما في العائله ديالك. لا والو، هنا كاملين الناس بوليداتها، كاملين عندهم اربعه العواول، ثلاثه العواول هنا، ما كاينش شي واحد ما عندوش العواول هنا. الشمكاره ما كاينين شي مار، كاين غير العواول بوليداته، ما نسى كاملين. انتما انا رجعت بحال العائله مجموعين كتعاونوا مع بعضكم. كنسقيو الماء مع على برا، وكنديبانيو بالشمع، وكن اللي قسم الله. خربت فين وما كتشوف بعينك. شنو المتطلبات ديالك؟ شنو المتطلبات ديالك؟ شوفوا لنا شي حل وصافي. باش ما تشردوش بزاف. الله يرحم الوالدين. باش ما تشردوش، باش ما يشردوش ولادنا. هذا الحل اللي خصنا. انا ساكن هنايا انا والاسره ديالي بولاد من الناس هنايا بيد ساكنه بالوليدات ديالها وكذا، ما كاين لا شنكاره لا سكيريه لا امور ديال المخدرات لا كذا. الناس هنايا ما كاين لا نقاش لا دبزات مع بعض، الناس غادا متفاهمه. هاد الناس هادي اللي كاريه هنايا كامله خصها تجي الدوله تشوف هاد الناس كامله بوليداتها. هاد الناس هادي كامله ما عندها فين تسكن مضروره. هاد الناس هادي مضروره، حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، حنا كنطلبوا ما حتى شي حاجه. الدوله تعطينا السكن كذا، تتعاون معنا حق السكن اللي كتعاون به، كيعاوننا به مبادره سيدنا الله ينصرو، عطانا مبادره كيعاوننا بها هذه الفرصه. جبرنا مدبورين بكره 30 عام، وانا اللي كنهضرنا 30 عام وزياده، وانا كاري انا ولد بلاد ما لحقت في البلاد ديالي للمبادره الوطنيه ديال السوق للمبادره حتى شي حاجه. جات الناس تسكن، سمعت الناس تسكن، جات حتى انا تسكن بحالي بحالهم، والله ينصر سيدنا.
حنا ما عاملين حتى شي حاجه، ما كاين لا تنكير لا مخدرات لا والو، واقع السوق تفاهم الديره مع بعضهم، الانسان راه مسرنو في الكرت وكيتغيروا، شي حاجه اخرى ما كاينه شي. اخي هنا بالنسبه للعمارات اللي فيهم المشكل 15 سنه وهما مهجورين تقريبا ولا اكثر، ما يمكنش ما كاين لا عساس لا والو، ما يمكنش ما يجي شي واحد ويسكن فيهم، راه بيان سور غيجي الكل غيسكن فيهم، اي واحد غادي يجي غادي يسكن فيهم. بالنسبه للاخوان هنا راه كلشي عارفين، بالنسبه للسلطات راه عارفه، كلشي عارف بان راه العمارات راه عامرين بالناس ساكنين فيهم، ساكنين عائلات ساكنين، بيان سور غيجيو يسكنوا، راه من طبيعه الحال كتشوف عماره 15 سنه والناس كيشوفوها خاويه بلا عساس، على الاقل يكون غير العساس فيها، على الاقل يكون غير العساس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.